السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الحاجات اللي لازم تعملها في البرنامج اللي هي الاختصارات، لأنها بتوفر وقت كتير جدا وانت شغال. فاحنا بنيجي هنا في الاوبشن وبندخل على work environment ونقول له ان احنا عايزين نخش على الwork environment. بلاقي هنا عندي الكيبورد شورت كات، فهو بيقول لي هنا مثلا قائمة فايل، عندي نيو في شير وهكذا. طيب نيو الاختصار بتاعها ايه؟ كنترول ان. طيب لو انا عايز الغي الاختصار ده بقول له تاتش سيلكت. عايز اضيف كنترول ان، هاجي هنا وادوس على كنترول ان. تمام، فهو بيتاكد هل كنترول ان ده في حاجه واخداه ولا لا. لو مفيش هقول له اساين. طيب لو في حاجه تانية، في حاجه مثلا واخده الاختصار، خلينا مثلا نروح على شير وعايز اقول له كنترول ان، هيقول لي خلي بالك ان نيو واخده الاختصار دوت. فممكن اقول له اساين ان واي، خلاص بياخد الاختصار دوت من النيو. تمام، طيب دي يعني تخلي كنترول ان اساين. طيب والكنترول بي ممكن تقول له ديتاتش وهكذا. فهتقدر تظبط كل الاختصارات اللي انت عايزها. اوبن، بتدوس على انسا وتدخل على الاوبن وتبدا بقى تقول له مثلا انا عايز كنترول او مثلا شيفت او مثلا. تمام، فهو يشوفها موجوده ولا لا. لو مش موجوده بيديك امكانيه ان انت تضيفها.